أخبار اليوم. احنا قدمنا البرنامج وزارة خطة وزارة التنمية المحلية على ثلاث مستويات، اللي هو العام القادم 16-17، وفي خطة متوسطة اللي هي 18-19، والخطة الطويلة اللي هي 20-30 أو 2030. احنا عملنا لوزارة التنمية المحلية، بقى عندنا دلوقتي رؤية ورسالة وأهداف ومبادئ عامة. دايما علشان يكون في تخطيط وعشان يكون في خطة لازم يكون عندنا رؤية. الرؤية هي الحلم اللي احنا عايزين نوصله، والرسالة هي اللي احنا بنحققه فعلا علشان نوصل به الى هذه الرؤية. عندنا مجموعة من المجالات او من المحاور اللي في الخطة العامة للدولة، اللي هي اللي احنا بقى بنحط خطتنا على اساسها، زي مثلا اول حاجة اللي هي نشر الديمقراطية او تطبيق الديمقراطية، ده اول حاجة. فيه طبعا الاستحقاق الثالث اللي هو مجلس النواب، وده الحمد لله كان امبارح اخر جزء اللي هي الاربع دوائر اللي كانت فاضلة او اللي كانت مؤجلة بحكم قضائي، ده تم الحمد لله يعني كما ينبغي وكما يجب الحمد لله، وبدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء الحمد لله. بعد كده في موضوع التطوير وقانون الإدارة المحلية، اللي هو لازم يحدد بقى طريقة الإدارة المحلية والقانون اللي بيحكمها و طريقة انتخابات المجالس الشعبية وطريقة تكوينها. ده في القانون موجود يعني فيرجن او مسودة قانون، ودلوقتي بتنقح وبتطور تبقى للدستور الجديد ولخطة الدولة الجديدة. لو اتكلمنا عن اي مدى تساهم وضع الحسابات الاقليميه في تنميه المحافظات والمناطق على مستوى الجمهوريه، انت حضرتك علشان تعمل تنميه لمكان لازم تعرف البيانات اللي موجوده عنه والمعلومات اللي موجوده عنه. احنا ما كنا احنا بنتكلم بنقول على مصر عندنا ارقام كثيره، الناتج القومي، معدل النمو، والحاجات دي كلها ما بتقدرش تعرف بالظبط ايه نصيب كل محافظه من هذا الناتج وايه نصيب كل محافظه من معدل النمو ده. في محافظات اعلى وفي محافظات اقل. الحسابات الاقليميه بتدي لك هذه البيانات وهذه المعلومات خاصه بكل اقليم او بكل محافظه، وبالتالي تقدر تخطط لهذه المحافظه، تعرف انت فين دلوقتي وعايز توصل لفين، سواء على المستوى الاقليمي عشان توصل على المستوى القومي يعني. فلما بتعرف الحاجات دي بتقدر تخطط بقى وتشوف توصل ازاي، وايه المحافظات اللي محتاجه تنميه اكتر، ايه المحافظات اللي محتاجه تطوير اكتر، وكمان يكون في راي ويكون في تخطيط نابع من المحافظه نفسها ومن الاقليم نفسه، ويتم تجميعه بقى على المستوى القومي وليس تخطيط مركزي فقط من العاصمه الى. هل يتم مراعاه المحافظات الاكثر يعني اقل حظا في معدل التنميه خلال الفتره المقبله؟ طبعا ما هو ده بقى يحدد يعني الحسابات الاقليميه بتحدد كده، بتشوف ايه المحافظات الاقل حظا او الاقل نموا او الاقل يعني دخلا او الاقل انتاجا، وتقدر بقى تحدد ايه اللي مطلوب لتطوير وتعظيم نمو هذه المحافظات. سيادة الوزير، حضرتك تعكف حاليا على تطوير العمل المحلي على المستوى القومي، يعني كنا عايزين نعرف ملامح هذه الخطة اللي حضرتك وضعتها لتطوير الأداء المحلي. احنا الخطة الوزارة دمتها فيها محاور كثيرة لهذا التطوير. احنا عندنا كان في الحقيقة في السابق يعني مجموعة من الأعمال المميكنة يعني أو المطورة، طبعا كان حصل فيها بعض التدهور وعدم الاستخدام. دلوقتي احنا بنرجع هذه الأماكن وبنعمل على توسيع الميكنة والتطوير الإداري في جميع وحدات الإنتاج وجميع وحدات الإدارة المحلية. الحاجة الثانية هيكلة الوزارة، الحقيقة اللي احنا عندنا
هيكل الوزارة في بعض الأجهزة وبعض الصناديق والحاجات اللي هي بيتضرب أو بيتدخل عملها إلى حد كبير، فإعادة الهيكلة ده بيسبب بقى تعظيم الاستفادة وتعظيم الدور الأجهزة أو المختلفة أو قطاعات الوزارة المختلفة، بحيث نحن في الآخر ندي دفعة للعمل المحلي يعني أو عمل الإدارة المحلية.